النهارده هنعمل هتعمل التشيكن ايه؟ بريست ماشي بصوص الليمون. ماشي، نقولها، نقول الاسم صدور تاني. الفراخ التشيكن بريست بصوص الليمون. حلو جدا. معانا الصدور، صدور فراخ. طب استنى نقول المقادير الاول. صدور فراخ ماشي، ومعانا زيت وزيت وزبده ماشي، وثوم مفروم وملح وفلفل. ايوه، وكريمه طه وعصير ليمون وبقدونس ومعلقه زبده. ومعلقه زبده. حلو قوي. دي مقادير الطبق الاولاني. نقولها تاني كده يا استاذ احمد، واحده واحده. تشيكن بصوص الليمون، تمام. فراخ وهيعمل لها صوص ليمون حلو، تمام. عباره عن ايه؟ عندنا صدور فراخ، ثوم مفروم، مرقه فوريه بودر، تمام، ملح وفلفل، كريمه طهي، عصير ليمون، بقدونس مفروم، ومعلقه كبيره زبده. ده الطبق الرئيسي بتاعنا. هنعمل نفس الطبق ده بس بصوص مختلف. صوص مختلف اللي هو ايه؟ بديل الكريمه، بحيث اي حد مش قادر يجيب الكريمه دي. فدي بدل الكريمه وكده، وبنطعم بجيب كريمه صغيره، مش عاوز اجيب كريمه. ماشي، ممكن تنفع برده من غير الكريمه. طيب، اللي هي بديل كريمه الطهي، كوبايتين لبن. كوبايتين لبن ماشي، ومعلقه دقيق ومعلقه زبده. طيب، التقديم بقى هنقدم معاهم ايه؟ هنقدم معاهم رز ابيض وخضار سوتيه. وخضار السوتيه ده عملته لنا انت الصبح بطريقه جميله، هنبقى نتكلم عليها واحنا شغالين كده. تعرف حبايبنا شكل الخضار السوتيه اتعمل ازاي. خلاص، نلبس بقى الجلافزات بتاعتنا. يلا بينا، نسمي بسم الله. وخش بقى بقلب جامد كده. يلا، ولع علينا الاول العيون على الجريل، يسخن كويس قوي عشان ندي الفراخ صدمه حلوه. يبقى انت دلوقتي هتتبل الفراخ بملح وفلفل بس. تمام، صح كده؟ بالراحه. ده ملح. ده ملح وفلفل. فلفل ابيض. فلفل ابيض. عشان الصوص ابيض، عشان لو حطيت فلفل اسود يغمق. تمام، صح كده؟ شفت انا مذاكره ازاي؟ ايه رايك فيا؟ تمام، استنى. ايوه، خلاص سخنت كده. معانا الفراخ اهي، هتاخد شنطه على الجريل. صدمه. يبقى انت كل اللي عملته في الفراخ لغايه دلوقتي حطيت ملح وفلفل بس. تمام، صح كده؟ قول لي محتاج ايه. ماسك بس وخلاص. اول ما الفراخ تلون معانا نقلبها ونتن الريحه طالعه. دلوقتي معلقه زبده. معلقه زبده ونزلت بالثوم. ودايما ما نخليش الزبده تلون معانا عشان ما تطلعش معانا الصوص غامق. ما يطلعش معانا الصوص غامق. دلوقتي يا دوبك هي خدت اللون، شم الريحه بتاعت الثوم. هنعمل ايه بقى؟ بعد كده هننزل بالكريمه على طول. بالكريمه قبل ال قبل الثومه ما تتحرق مننا ولا تلدع مننا. تمام، زي ما انتم شايفين. حلو جدا. تمام كده، وهنتن رايحين متربلها. اول غلوه معانا هنتن رايحين نازلين. طب لا، احنا هنزود الكريمه. انت حطيت لبن، احنا هنزود الكريمه. مش مشكله. حط الكريمه تتقل معايا. حطينا اللبن الاول. مش مشكله، زي ما انت شايفين اهو. احنا بنتعود نعالج المشاكل على طول على الهواء. لا عادي. يبقى احنا حاطين معلقه زبده. معلقه زبده، وبعد كده الثوم يلون معانا. نتنه رايحين نازلين بالكريمه. المفروض كنا نزلنا بالكريمه. واول ما الكريمه تغلي، اول غلوه، نتنه رايحين حاطين الفراخ بتاعتنا اللي شمطناها اللي لوناها دي، زي ما انتم شايفين. نزلوها في الصوص، تغلي مع الصوص شويه بحيث تشرب من الصوص وتكمل سواها. في الصوص، في قلب الصوص نفسه. والليمون اخر حاجه بنحطه عشان ما يمررش معانا الطبق. حلو جدا. تمام، الليمون بقى بنحطه عصير. الليمون في الاخر خالص. تمام، يعني بعد ما بغرف الطبق مثلا او قبل ما اغرفه على طول. قبل ما اول ما تغلي ونحط الفراخ، نتنه رايحين نازلين بالليمون، عصير الليمون. بحيث عصير الليمون ما نحطهوش يغلي في الاول عشان خاطر ما يمررش معانا الصوص. حلو جدا. ماشي، رايحين نازلين بالصوص. ننزل بصدور الفراخ. بصدور الفراخ زي ما انتم شايفين اللون الذهبي بتاعنا. حلو جدا. تمام، تكمل سواها بقى. تكمل سواها. وبحيث ما لو الكريمه ما تقعدش ياما في ال ما تقعدش ياما عن النار عشان خاطر الكريمه ما تقطعش معانا. هي يا دوبك غلوه، واصلا الفراخ كده كده ما بتاخدش سوا معانا. صحيح، يا دوبك هي اصلا بتستوي على طول. اول ما تغلي انتوا رايحين نازلين مطعمين الاول. معلقه. طيب، في مرقه، نحط شويه مرقه. مرقه فوريه. مرقه البودر. دي جميله بجد. تمام. شويه ملح. الملح اهو نحط نقطه ملح كده. تمام، اول ما تغلي نتن رايحين نازلين. الريحه يا جماعه طالعه حلوه جدا. رايحين نازلين عصير الليمون. بمعلقه عصير الليمون صغيره كده. تمام، حلو. زي ما انتم شايفين، ونديها تقليبه. ودايما نخلي الصوص اعلى من الفراخ عشان خاطر تتشرب كلها. زي ما انتم شايفين. حلو قوي.
نخلي الصوص اعلى من الفراخ. تمام. ما تبقاش الفراخ باينه يعني. ما تبقاش بحيث تشرب الفراخ تشرب من الكريمه اللي موجوده من الصوص ذات نفسه. تبقى شهيه جدا. كده ادي الثالثه كده. حلو جدا. ننزل عليه بالصوص زي ما انت شايفين. عايز بقى ايه؟ عاوز دوش ولا اي حاجه؟ اتفضل. تمام. مخرجنا الكبير بص شكل الطبق، شيء طبق فنادق محترم.